تخيل القيامة بهولها وشان، مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد هولت شمس النهار وأبعثت حرا على رؤوس العباد تفور. هذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مزعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور. كل واحد مربوط من ايه؟ من راسه باللي عمله، وعنده كتاب قد كده يقراه، ما نعرفش هنروح فين وحضرة النبي مشغول بمين. هذه القيامة بكل أهوالها يطفئها مشهد طلعته صلى الله عليه وسلم، يوم يخرج بجبين وجهه إلى مشهد العلياء في جلال الجلال بدلال مشهد أنا لها، كل أهوال القيامة ستنحني سجودا لطلعته صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم صاحب الدلال الأعظم في ساح الجلال الأعظم في مشهد الكمال الأعظم، يوم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، لا يقول فاطمة ابنتي ولا العباس عمي، إنما يقول أنت قضية حضرة النبي يوم القيامة. فخلي حضرة النبي قضيتك عشان تبادلوا الحب. هو يوم القيامة في مفزع القيامة، تخيلوا يا إخوانا في مفزع القيامة الله ينادي لمن الملك اليوم، ولا واحد ينطق، خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا إيه؟ النبي. هو بيقول أمتي، هو ده الهمس الوحيد اللي العالم يسمعه. سيدنا النبي عارف إن القيامة كلها يوم عيده، ده يوم عيده. ليه؟ لأن الله جعلها ليكرم فيها من اتبعه، من آمن به. يقول سيدنا الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية، أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال لهم كده سؤال، ألست بربكم؟ الإمام القسطلاني يقول إيه؟ يقول وأول روح شهدت وقالت بلى روح سيدنا محمد. أول من قال إيه؟ ومن روحانية الصوت المحمدي وكمال دلالها في مطلع الإجابة نطقت كل الأرواح لما استقرت ذهنا أنها في حضرة الله، لأن من مطلع الحق من سؤال الحق عامل زي يوم القيامة، الله بيتكلم مين يقوى الإجابة؟ ما حدش يقدر يتكلم، فمن لم يتكلم أزلا إلا مين؟ أول من نطقت وقالت بلى روح حضرة سيدنا النبي. فأول ما قال بلى كل الأرواح اطمأنت لرحمة الله، فقالوا جميعا بلى، فكان إمام الإجابة في مشهد الإصابة حضرة سيدنا النبي. يبقى ما انتش عارف تنجح في صيام ولا قيام ولا بر والدين ولا صلة أرحام ولا حاجة، هات لك سبحة وصلي كتير على النبي، وإن ما كنتش بتعرف تعمل كده اقعد مع الناس اللي بتصلي على النبي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اوعى تسيب الناس دول، هم يصلوا على النبي ها وانت تسمع اسمه تصلي عليه، طب ما صليتش مش هتتحسب عندهم بخيل. قال ليه؟ قال دول بس بالذات اللي يجيب سيرة النبي عندهم يرحم حتى ولو لم ينطق. قال ليه؟ قال لأن هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لهم فضيلة ومزية في عالم الرحمة، يرحم بهم جليسهم ولو لم يذكر معهم. هم القوم ايه؟ لا يشقى بهم جليسهم. صلي يا ربي وسلم على النبي خير الباري، الله سار بالرحمن سار، الله ركبهم يطوي القفار، الله ورأيناهم جهارا منشدين مولاي محمد. صلي يا الله، صل يا ربي وسلم.
الله على النبي خير البرية. كل من زار المقام الله النبي رد السلام الله. كل من زار المقام الله النبي رد السلام. يعرف الخلق تماما بشروا زوار محمد.